السلام عليكم. هنكمل على الانترو اللي احنا قلناه. يعني في حاجة بس حابب أأكد عليها، يعني ان يا جدعان الفيديوهات ديت يعني مجرد بس ان هي زي بتوضح لك كده الدنيا ماشية ازاي، يعني وبحيث ان انت تروح تذاكر وتصور الفيديوهات ديت ممكن تشتغل لو الناس مش فاهمة برضك الماشين. بالنسبة للامتحان بتاع الماشين بإذن الله اتصور انها ممكن تساعدهم، يعني بس الموضوع بعد ما تاخدوه حاولوا ان انتوا تروحوا تذاكروا، متعتمدوش بس على الفيديوهات. يعني دي نقطة. النقطة التانية في الفيديو اللي فات الانترو، يعني نسيت بس اقول ان في حاجة اسمها سوبرفايزد وان سوبرفايزد. السوبرفايزد دوت ان انت بيبقى معاك شوية كلاسز كده، وانت الداتا اللي انت بتقولها، يعني لو ده كلاس بوزيتيف وده كلاس نيجاتيف، انت الداتا اللي معاك بتعمل لها اساين لاحد التو كلاسز دولت يعني. لكن ده السوبرفايزد، يعني انت بيبقى نفسك ان انت تقول دوت كلاس ده البوزيتيف ولا نيجاتيف. لكن في حاجه بقى تانية يعني اسمها ان سوبرفايزد. الان سوبرفايزد ديت بتبقى عباره عن ان انت معاك شويه داتا كده، هو السلايدز مكتوب فيها المثال دوت، شايفه لطيف يعني. بيقول لك ان دوت ده كلهم رقم واحد مثلا، وانت بتحاول ان انت كلهم رقم واحد، فانت بالنسبه لك هم كلهم كلاس واحد، فانت ما اصلا يعني ما فاكس كلمه كلاس دي هنا، دي هنا ما فيش حاجه اسمها كلاس، يعني ان سوبرفايزد دوت مش كلاس. فهو بيقول لك ان انت هتعمل لهم شويه، هتقسمهم بقى لشويه جروبس كده، يعني اللي هو كلاستر دولك كده الجروب، دولك كده جروب مع بعض يعني، ودولك كده في جروب مع بعض. فالان سوبرفايزد دوت ما بيبقاش بتقسم الداتا اللي عندك لشويه جروبس كده، حسب ايه؟ حسب زي ما انت اللي محدد، يعني جروب 2 3 10 100 انت اللي بتبقى بمزاجك يعني. فده جزء كده ريليتد للانترو كده فاكس منه. طيب تعالوا نشرح بقى شويه probability هيفيدونا دلوقتي. يعني هنشرح ثلاث قوانين بالظبط، يعني probability. الثلاث قوانين دولت مهمين هيفيدونا يعني دلوقتي. ثانية واحدة كده. طيب أول قانون معانا يعني هو ال conditional probability. لو مثلا معاك probability of event B given ال probability بتاع ايه ده؟ probability B given ان ايه، يعني انت معاك two event كده حصل، two event موجودين يعني. لو عملنا فين دياجرام كده، عندك ده A وده B، فانت اتأكدت ان ايفنت A خلاص حصل، ونفسك ان انت تجيب probability بتاعت B ديت المعتمدة على ايفنت A. تمام. طيب فليها قانون كده، مش لازم دلوقتي نبقى عارفين جه منين، يعني ان A تقاطع B على probability A. ده قانون كده نحطه، هنستخدمه كمان شوية كتير يعني. تمام. ده أول قانون. تعالوا نتكلم عن تاني قانون كده. قبل ما نتكلم عن القانون، أنا مش عارف قلتها ولا لأ، إن القانونين اللي فاتوا دولت المفروض يعني إن هما يبقوا dependent على بعض، يعني لو A لو B dependent على A. تمام. طيب بالنسبة للتاني حاجة اسمها law of total probability. لو في اي حاجه يا جماعه في الخلفيه كاصوات، اختي بتعذب ولادها عادي يعني، ما ولا كانكم سامعين حاجه يعني. زياره مفاجاه معلش. طيب لو عندك دلوقتي اربعه ايفنت، الايفنت مثلا بي واحد بي اتنين بي تلاته، او خليهم كلاسز يعني، خلينا نقول ان دولت كلاس واحد كلاس اتنين كلاس تلاته كلاس أربعة. وانت عندك هنا فيتشر معين حلو. خلونا نتكلم بالماشين ليرنينج، بلاش بروبابيلتي، بحيث ان احنا نربط برضك. عندك اربعه كلاسز حلو. وعندك ايفنت كده في النص، او حاجه كده في النص. بتقول ثانيه واحده كده عشان هيفكس للجزء ده، معلش فاكس نربطها بالماشين دلوقتي يعني. خلونا ان احنا عندنا اربعه ايفنت كده، سي واحد وسي اتنين وسي تلاته وسي اربعه، وعندنا ايفنت كبير كده في النص كده ايه، وهو نفسه يعني ان هو يجيب البروبابيلتي بتاعت الايفنت ايه دوت. فالبروبابيلتي بتاعها لو من فين دياجرام كده، هتقول ان هي الحته ديت اللي هي بتتقاطع ايه، تقاطع سي واحد زائد الحته ديت،
زائد الحته ديت اللي هي الاربع حتت يعني. فبالتالي ان انت هتطلع بقانون كده يا جماعه، probability a بتساوي التقاطع، probability التقاطع بتاع a تقاطع سي واحد زائد probability a تقاطع سي اتنين وهكذا بقى. فهتطلع ان اللو اوف توتال probability دوت بيقول لك يعني خلاص خد السميشن بتاع الاربعه يعني، لو ديت ودوت عددهم بقى probability a تقاطع سي اي. حلو، ده خليه دلوقتي معانا يعني. بس احنا من شويه كده قلنا ان التقاطع دوت ممكن بالكونديشنال probability كده نعوض بيه يعني. فتلاقي ان انت بتطلع بقانون تاني كده شيله يعني، عوض بالكونديشنال probability اللي هو اي بتساوي، لو ابتدينا من اي بتساوي واحد، اي بتساوي واحد اه ماشي، هتبقى ايه given b given c، قصدي given c في i في probability ال c i، صح كده؟ اللي هو ده تمام. اللي احنا جبناه من هنا يعني، احنا عوضنا بالقانون دوت التقاطع، عوضنا اللي هو ضربنا دوت في دوت يعني تمام. طيب فطلعنا بالقانون دوت، ده اللو اوف توتال probability. طيب هنخش على القانون الثالث اللي هنستخدمه بعد كده كتير، انا عملتها بس بشكل انضف. يبقى احنا دلوقتي في اللو اوف توتال probability دوت جبنا ايه؟ جبنا ال probability بتاعت الايفنت اللي اسمه ايه دوت، وايفنت ايه دوت ده هنستخدمه على اساس بعد كده ان هو الفيتشرز بتاعتنا، الفيتشر بتاعتنا ان دولت الاربعه كلاسز. طيب انا دلوقتي بقى عم بيز ثيورم ديت جه طلع قانون تاني يعني، قال لك هو انا دلوقتي، انت كنت زمان بتجيب الايفنت ايه دوت المربع دوت. طيب ايفنت ايه ده خلاص حصل وانت جبت البروبابيلتي بتاعت ايفنت ايه دوت. طيب هو انا دلوقتي بقى لو عايز ان انا اجيب البروبابيلتي بتاعت كلاس واحد مثلا يعني جيفن ان ايفنت ايه ده حصل، حلو، فهتقول لي تمام المفروض ان هو ده كونديشنال بروبابيلتي عادي جدا. هتقول لي ان هو ماشي تقاطع ايه، probability تقاطع ايه تقاطع واحد على probability على الايه، حلو كده. بس خلاص ده كده القانون. انت لو عايز ال probability بتاع سي واحد دوت هتجيب التقاطع بتاعهم اللي هو هيبقى الحته ديت على probability الايه. طيب هو احنا الايه دوت من شويه يعني قلنا ان هو نقدر نجيبه من اللو اوف توتال probability اللي هو هيبقى السمشن بتاع السمشن بقى كان بيقول ايه، عبارة عن ايه، صح كده، بريتي اوف سي واحد سي واحد تمام كده. طيب بس فده كده البيز رول. هنكمل بقى في الفيديو اللي بعده بإذن الله على الموضوع ده. بس حتى الآن يعني دي كانت بروبابيلتي شايفها مهمة جدا يعني. السلام عليكم.